السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب أول شيء بسفراء التمييز الإداري على حضورهم معنا. بإذن الله اليوم راح نقدم المحاضرة الثالثة عن مؤشرات الأداء بإذن الله. بس أحب أذكركم بداية بالتحضير في الجروب. جميع سفراء التمييز بس يحضرون الاسم والمنطقة كرماً. إذا أنتم عندكم أي أسئلة خلال المحاضرة ممكن أن تكتبونها في الشات فنذكرها إن شاء الله، أو إذا ممكن حابين أن أنتم تلقونها بشكل مباشر، إذا كرما بس ترفعون اليد على أساس أن يكون في ترتيب أوضح أو أفضل لإلقاء المحاضرة. بإذن الله مؤشرات الأداء اليوم راح يقدمها الدكتور عبد الفتاح استكمالا للمحاضرة السابقة في الأسبوع الماضي. تفضل دكتور عبد الفتاح. السلام عليكم. الصوت واصل؟ الحمد لله. نحن هنواصل في محاضرتنا اللي كنا أول حاجة يعني ظهيرة طيبة وجميلة لكل الحضور. نحن في الرياض الحمد لله اليوم بنمتاز بجو يعني بديع، إن شاء الله المتابعين لنا من كل الأماكن يكون عندهم نفس الجو الرائع. تذكرون المرة الفاتت تحدثنا عن الخطة التشغيلية، وخلاصة الموضوع كان في الخطة التشغيلية هي عبارة عن أهداف وأنشطة مرتبة، وتكلمنا عن أنها بتخصص الزمن والمكان وكيفية طريقة النشاط، وإنها عبارة عن جدول يختصر الوقت ويوفر الإمكانيات المهدرة ويصل للهدف بطريقة ممتازة. وقلنا الخطة التشغيلية لازم تكتب ويكون عندها أشكال محددة لكتابتها. الآن هنكمل موضوع الخطة التشغيلية بما يسمى مؤشرات الأداء. قبل ما أبدأ أعرض في الشرائح أقول أي خطة تشغيلية أو استراتيجية أو خطة صغيرة إذا لم يكن فيها مؤشر أداء تعتبر يعني جهود غير مدية وتعتبر تضييع زمن صراحة، لأنه مؤشر الأداء هو اللي يوريك أنت تمشي. تخيل أنت عندك سيارة كويس، والسيارة فيها مؤشر السرعة، وأنت مثلا طالع من الرياض دار تصل المدينة المنورة أو مكة المكرمة عايز تأدي عمرة، وأنت عارف المسافة بتستغرق كذا ساعة محددة، وأنت عايز تطلع بسرعة معينة عشان تصل في الزمن المحدد عشان تصل العمرة في وقت مناسب أو تصل غرضك في وقت مناسب. لكن أنت طلعت بالسيارة وبتعاين لمؤشر السرعة لقيته ما شغال، مؤشر السرعة بتاع السيارة ما شغال، فأنت ما عارف نفسك ماشي 120 ولا ماشي 100 ولا ماشي 140، فعليه وصولك للهدف بقى غير واضح. لكن إذا مؤشر السرعة شغال عندي وأنا طالع على 120 وأنا بعرف في كم ساعة أنا حاصل، وكل مرة حاتابع، وإذا وجدت الشارع أفضل زدت السرعة، طبعا بدون التخطي ساهر يعني، وزدت السرعة معناها أنا حكسب زمن، معناها ممكن أصل للهدف أسرع من الوقت الطبيعي. إذا وجدت زحمة في الطريق معناها حتأخر عن الهدف. إذا معناه مؤشر الأداء إذا أخذت موضوع هذه السيارة
حيوريك مؤشر الأداء الثاني المهم جدا. وإذا فينا بعرف اللي ما بسوق سيارة اللي عنده رصيد في البنك بتمشي بندا بتسحب من الرصيد بيجيك الرسالة تبقى لك كده في الرصيد بيجيك الرسالة، فأنت هنا برضو هتعرف إنك هتدخل في وضع مالي لا تحسد عليه متى. لكن إذا ما عندك الرسالة وما عارف الرصيد في البنك بتاعك قد تدخل في إشكالات كبيرة جدا. كذلك الرصيد لما نجي بالناحية الإيجابية، إذا عندك هدف محدد عايز تعمل شيء عنده فاليو، فأكيد كل ما الرصيد يزيد الليلة ألف بكرة 2000 الشهر الجاي خارج دوام 3 بدل انتدابات، الوضع كده أكيد حيوريك أنت حتصل الهدف بيات زمن وبيات طريقة وبيات إمكانيات موجودة. وكل الناس اللي بيقيس عملها بمؤشرات الأداء هي بتكون دائما ناس ناجحة لأنها بتعرف بحسابات، يعني ما كلام بتاع تخيل ولا كلام بتاع أحلام، في حسابات محددة بتشتغل عليها. فالحساب المحدد لتنفيذ الأنشطة هو ما يسمى مؤشر الأداء، مؤشر للأداء بتاعك. أنا حابدأ أشرح مؤشر الأداء وبعد ذلك عندي اكسرسايز أثناء العمل ودارين نشوف الليله همتكم في الاكسرسايز. الاكسرسايز دي والتمارين دي لو اشتغلتوها بصوره ممتازه بعد لها خوف عليكم في حياتكم الشخصيه، ده عنك في الادارات وفي كده. طيب تعريف مؤشرات قياس الاداء الرئيسه او الرئيسيه، هي اول حاجه قيمه قابله للقياس. يعني ما في مؤشر اداء ما بيكون رقم ولا حاجه يقيسوها، يعني مؤشر الأداء لازم يكون شيء أنا أقدر أقيسه، يعني زي ما تكلمنا مؤشر السرعة مؤشر الرصيد في البنك. بعد ذلك مؤشر الأداء إذا ما بيقدر يوريني أنا بصل الهدف ولا ما بصله ما عنده فايدة، لازم يكون مرتبط بالهدف، حصل الهدف ولا لا. بعد ذلك مؤشر الأداء ذاته ممكن يتقسم، يعني في مؤشر كبير لكل الأشياء مع بعض وفي مؤشر تفصيلي. إن شاء الله كل ما نمشي في المحاضرة أكثر حيتضح لك معنى مؤشرات قياس الأداء. طيب في مكتوب عوامل النجاح الأساسية والرئيسية اللي هي critical success factor. أركز معي في عوامل النجاح الأساسية والرئيسية. أنا لما نضع مؤشر بضعه لعامل النجاح الأساسي والرئيسي. مثلا نعطي مثلا، اليوم أنا داير أرحل من الشقة بتاعتي الصغيرة إلى شقة كبيرة، لكن مكان عملي موجود جنب الشقة الصغيرة. إذا الكريتيكال عامل النجاح الأساسي هنا في العملية دي كلها إنه أجد شقة في نفس المكان بس أكبر عشان ما أكون بعيد من العمل، صحيح؟ لكن لو جلست شقة كبيرة وهي بعيدة من مكان العمل حكون فقدت ميزة القرب من مكان العمل. إذا ده عامل نجاح رئيسي. إذا أنا بضع المؤشر بتاعي هل تم إيجاد شقق أو كم عدد الشقق الخالية للإيجار في نفس المكان القريب للعمل، ده مؤشر قياس رئيسي كويس. وإذا أنا قدرت أقيس هذا المؤشر فأنا أكيد حركز على إنه أجد شقة. إذا المؤشر قال لي عدد الشقق 4، إذا محاولتي أنا في 4 دي الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لكن إذا قال لي 1، إذا محاولتي لازم تكون قوية جدا عشان الواحد ده أنا تكون الشقة اللي أنا حرحل عليها. إذا مؤشر القياس مهم في العوامل الرئيسية في كل خطوات اللي بتعملها في الأنشطة وفي البرامج بتجد حاجة رئيسية مهمة. نرجع لك للإنفكشن كنترول مثلا. أنا والله داير أتكلم عن الهاند هايجين داخل العمليات أو مع الجراحين كويس، هقوم أعمل تدريب للممرضين جوا غرف الجراحة كويس، هعمل تدريب للأطباء الصغار داخل غرف الجراحة جيد، هعمل تدريب للاستشاريين اللي بيقودوا العمليات داخل غرف الجراحة جيد، وده critical success. ليه؟ لأنه والله الممرض ممكن يسمعك ولا الطبيب الصغير ممكن يسمعك، لكن إذا سمعك الاستشاري الكبير هو حيقدر يلزم بقية الاستاف كله بأنه يغسل يدينه. إذا الكريتيكال سكسس فاكتور هو الجراحين. إذا لو جيت أعمل مؤشر قياس ما بقعد أشوف كل الممرضين والدكاترة وكده، بقول الله مؤشر قياس نجاحي في الهاند هايجين هو استجاب لي 7 جراحين من 10، إذا مؤشر القياس 70%،
السبعة جراحين ديل أكيد حيأثروا على غرف العملية وأكيد حيعملوا الهاند هايجين. لا والله لا عشرة ولا في واحد اشتغل بالموضوع ويعني أعرضوا إعراضا وعيوا إنه ينتبهوا لقصة الهاند هايجين إذا مؤشر القياس بتاعي تعبك. ده كريتيكال سكسس فاكتور. ودي الذكاء هنا يا جماعة، دائما الذكاء إنك تعمل سمارت، ما تشتغل شغل كتير هارد، اشتغل الشغل اللي بوصلك للنتيجة الحقيقية. كويس؟ تستهدف الشيء البسيط وبحقق لك نتائج أكبر. عنده فوائد عملية، أنت بتقيس الأداء ليه؟ عشان تحقق أهدافك، ولو بتتنافس مع أحد أو تتنافس مع جهة، فأنت لازم تعمل مؤشرات كثيرة عشان تنجح، لازم تدعم التطوير داخل المؤسسة بالمؤشرات، وبتديك فرصة إنك تستخدم جيد للموارد البشرية والمال العام، وهذا واضح من الأهداف لعملية قياس الأداء. هنا عندنا وقفة. إذا عايز تحقق الأهداف لازم العمل يكون جيد، صحيح؟ طيب العمل لازم يكون جيد معناه أنت محتاج زمان ومحتاج فاسيليتيز. إذا طيب عشان أنا أوفر الزمن وأوفر القوة العاملة وأوفر الأموال عشان أجود العمل عشان أحقق الهدف عشان أصل للنتيجة، إذا أنا المؤشر الأداء ممكن أعمل له تفصيل أو أقسمه، أقول والله أنا عندي مؤشر لجودة العمل، وعندي مؤشر للزمن والوقت، وعندي مؤشر لتحقيق الهدف، وعندي مؤشر للنتيجة. إذا معناها أنا لما نكتب خطتي لازم أعرف في الخطة هل ده هدف، هل ده زمن، هل ده جودة عمل، هل ده نتيجة، ودل لما نحددهم بقوم بضع لهم بعد ذاك مؤشر الأداء. وممكن أتوسع أقيس العنصر البشري، أقيس جودة الأدوات، أقيس الإدارة الرشيدة، أقيس الهيكل نفسه والتنظيم، أقيس الإجراءات والمعاملات. إذا ببساطة أنا ممكن أضع مؤشر لأي شيء، مؤشر لأي شيء. المواصفات دي يا جماعة مهمة جدا، ما دام أنا بستطيع أضع مؤشر لأي شيء يا جماعة خلوا المؤشرات بسيطة ومفهومة وقابلة للقياس. مؤشرات سهلة جدا، يعني لما تلقى المؤشر واضح وصريح وخفيف بيساعد في تنفيذ العمليات، ويكون متسلسل. يعني ما تجيب لي مثلا مؤشر تقول والله أنا عايز أحل الهيلث كير أسوشيتد إنفكشن إلى مثلا كان الهيلث كير أسوشيتد إنفكشن مثلا 40%، قلت والله داير أنزلها إلى نسبة 3%. ده ما متسلسل. انت لو عايز تسلسله تقول لي والله احنا مؤشري النزول ل 50% 40 ل 20 اول وبعدين 20 ل 10. برضه لو عايز اعمل تسلسل اقول والله يا اخي الكاوتي اعمل فيه 10 والكلابس يعمل 10 والاس اس اي يعمل 10. اذا خلاصه ال 30 ديل بتنزل لي كده، يعني في فهم في المؤشر. بعدين المؤشرات تكون قليله العدد يا جماعه، ما تعمل لك 17 مؤشر. بس يعني انا بلاحظ انه في ناس كثيرين بيعملوا مؤشرات كثيره، كل ما زدت عدد المؤشر كل ما مؤشراتك اصبحت غير واضحه واصبحت هي نفسها محتاجه جهد منك، فتتبع عمليه المؤشر بدل تقيس لي بقت هي نفسها عمليه اضافيه متعبه ومؤلمه. فلازم قدر ما كان مؤشراتك بسيطه وواضحه افضل من تكون المؤشرات كثيره. برضو تكون واقعية وقابلة للتطبيق، ودي ذكرناه. في ناس يضع لك مؤشرات كده غريبة جدا، يعني يقول لك والله تلقى هو مثلا الكلاب سيريت بتاعه، ده اللي حنركز عليه في كيفية وضع المؤشر، يكون الكلاب سيريت بتاعه 15. كويس؟ يقول لك والله بنهاية هذا العام أنا داير أحقق زيرو كلابسي. يا ود الحلال، 15 لنهاية العام عشان تحقق زيرو كلابسي؟ ده إلا تكون يعني أنت حليت كل الإشكالات في عام واحد ويعني حولت المستشفى كلها للدعم، خلاها منطقية شوية، يقول الله أقل من 5 أقل من 4 بعدك لو جاك واحد يسقط. إذا معناها لازم تكون المؤشر ذاته يقيس هدف واقع. المؤشر بيكون غير واقع وغير قابل للتطبيق إذا كان الهدف اللي عايز يقيسه هو غير واقعي وغير قابل للتطبيق، أو إذا كانت الأنشطة غير واقعة وقابلة للتطبيق. مثلا تقول وانت قاعد والله مثلا في واحدة من في المناطق، والله الله كده انت بتقدر تعمل لك دورات تدريبية، تقول والله انا حاخد ناس المنطقة دي واعمل لهم دورة تدريبية في كندا لمدة شهر. يا ود الحلال،
المؤشر ده لما تقيس عدد المدربين في كندا حيكونوا زيرو، لانه ما في دول عنده تذاكر يطلع لك كندا، ولا الوزاره حتوفر لك، ولا انت عندك اموال توفر لكندا 30 لمده شهر. فلو عندك امكانيات برضه خليها واقع، قول في دبي لمده يومين مثلا مثلا كويس، تحاول تجيب لها فلوس وتوديه، والعدد ل 15 شخص مش ل 30. اذا معناها النشاط والهدف بتاع الخطه التشغيليه اذا كان واقعي، المؤشر طوالي بيكون بالنسبه له واقعي. في نقطه مهمه جدا بيستفيدوا منها الناس اللي بيعرفوا يخططوا، اذا الخطه خياليه كبيره وخياليه لما تضع لها المؤشرات بتقدر تحجم الخطه. يعني مثلا والله الزول كاتب في الخطه حاجه كبيره، تقول له المؤشر يقول لك 100 وطوالي حيرجع انه العدد ده كبير، حيقوم يعيد النشاط، يقوم يصلح الهدف بتاعه. بعدين المؤشر لازم يكون قابل للاستمرار، يعني ما ينفع مؤشر نقيسه يوم السبت نجي نقول يوم السبت الجاي نقدر نلقى منافع. مثلا واحد يقول مؤشر نحن مؤشرنا والله انه نكتب 3 خطابات في الشهر، فقام يوم جاء الشغل وجد انه عنده 3 معاملات في نفس اليوم، فخلص ال3 معاملات يوم الاحد، وهو قال انا والله 3 معاملات لمده شهر. اذا معناه المفروض كل اسبوع يعمل 1 معاملة، هو عمل ال3 معاملات في يوم، فجاء اليوم الثاني دارين نقص مؤشر الاضاءه 100% بدا اليوم الثاني، فحنقعد الشهر كله 100% 100%، ده غير قابل للاستمرار. اذا معناه المؤشر طريقه وضع ذاته يعني ما بتستمر معنا كثير، عشان كده تضع المؤشر اللي يديك فرصه انك تقيسه لمده عام او تقيسه لمده يعني طويله شويه يعني. بالمناسبه يا جماعه انا قاعد اشبه المؤشرات بالتالي انه المؤشر بيعيش وبموت وبتغير وبتجدد، فانت لما تتعامل معه بالديناميك ده كويس. يعني مثلا مؤشر اشتغلت به شهرين 3 4 فشعرت بانه المؤشر ده ما بيديك النتيجه او ما عنده معنى او ما بحفزك عشان تحقق الهدف، الغيو جيب مؤشر ثاني. جيت لقيت والله هذا المؤشر مدعب، هو في نفسي ذاته داير شغل، يعني هو ذاته بيقى هدف. عشان كده انا كاتب لك تحت المؤشرات ليس هدفا في حد ذاتها، المهم الكونسيبت الفكره وراء المؤشر ده. لكن المؤشر ذاتي لو بقيت انت كل مره ادوني المؤشر جيبوا المؤشر، فتقبل قصة انت شغال مع المؤشر يا حبيبي، ويعطيك نفس المثل بتاع زول الماشي المدينه، انت شغال المؤشر 120 قلت والله اعملوا 140 عشان اصل المدينه، اشتغلت 140 قلت ازيد 160 وانت منطلق، انت اخوي حتفوت المدينه، انت حتجيب والله في سوريا هناك في دمشق، لانك انت شغال بالمؤشر ما شغال بالوجهه. الوجهه مهمه جدا، انت عامل المؤشر لماذا؟ يا جماعه الامور ماشيه كويس معاكم ولا في اشكال؟ اذا الامور ماشيه واضحه وكده نواصل شويه. المؤشرات يا جماعه عندها انواع، زي ما قلنا بنقدر نقيس اي حاجه، فعندنا انواع. في مؤشر معلق بالفعاليه، النقاط دي مهمه جدا، لما نقول effectiveness فعاليه مثلا كالاتي، مكتوب في خطتي تنفيذ 4 دورات تدريبية، وجيت وكل دورة تدريبية مستهدفة 30 شخص، معناها يا جماعة أنا كل دورة 30 شخص في 4 دورات، يعني 120 شخص لازم أدربه في مكافحة العدد. جميل. المؤشر مؤشري حيكون تنفيذ 4 دورات تدريبية. طيب أنا لو نفذت ال4 دورات تدريبية بيقولوا علي انا فعال، انا افكتيف. لو نفذت ال4 دورات تدريبيه واقمتها انا فعال، انا افكتيف. بدون 4 على 4 100% في الفعاليه. نجي للثاني ده بتاع الكفاءه. بتاع الكفاءه ده ادقه افشنسي، ما افكتيف ده افشنسي. طيب ال4 دورات التدريبيه دي يا ود الحلال كل دوره 30، الدوره الاولى دربت كم؟ قال 2. الدوره الثانيه دربت كم؟ قال 1. الدورة الثالثة دربت كم؟ والله جيت وجو 3 وفاتوا. الدورة الرابعة دربت كم؟ والله 1. لما جمعنا ال4 دورات تدريبية بدل نلقى 120 لقينا 10. يعني جايب 10 على 120. ليه؟ لأنه بتاع الكفاءة بيرتبط بالموارد، كل ما تلقى كفاءة، هسه عندنا في التواصل الداخلي يقول لك كفاءة الإنفاق. دي لانها مربوطه بالموارد، اذا انت عملت دوره تدريبيه معناها دفعت قروش، معناها استهدفت مدربين، فنحن دايرين نشوف الدوره التدريبيه، انت صح ناجح قومتها، جبت الناس وجبت المدربين، جبت المدربين اقصد وجبت اي شيء، لكنك ما فعال الدوره، ما ادت الدوره، الناس ذاته ما اجوا. كويس معاك؟ والناس اللي جوك غله. دائما تجد معظم خططنا
فيها فعالية، يعني زي بيعمل الشيء لكن بيعملوا أي كلام أو بيخسر فيه قروش أكثر مما يجب. يعني الدورة ممكن توفر ب10,000 وبيعملها ب20,000. ليه؟ لأنه مؤشر الكفاءة ما عنده. إذا أنا لما نجي أعمل دورة زي دي بقول مؤشر الفعالية قيام الأربع دورات، اللي هي لازم أقيمها، اللي هو ده مؤشر سهل يعني لازم أقيم الأربع دورات. لكن لما نجي للكفاءة على أنه أي دورة ما تقل عن 70 شخص أو 20 شخص مثلا، نحدد أقول والله ال 30 ديل لابد يحضروا 20، مؤشر الكفاءة بتاعي أنه 20 على 30 في الدورة الواحدة، إذا معناه الأربع دورات دي لو فشلت بعمل 80 شخص من 120. فأنت ده كفاءة. المؤشرين ديل مهمات جدا لجودة العمل، فدائما ركز على مؤشر الإفشنسي في الخطط. ممكن تكتب كده مؤشر الفاعلية اللي هي ضن والنقطة ببساطة، بعدك مؤشر الكفاءة هل يتعمل بجودة وموارد قليلة ولا لا. المؤشرين دي المهمات في التخطيط. في مؤشرات بالإنتاجية، هل أنتج ولا ما أنتج. إذا أنت عندك مثلا قلت والله ينتجوا 14 guidelines كويس، ده إنتاجية، فده مؤشر واضح جدا لازم ننتج 14 guidelines. يعني وقت التشغيل، هل نفذنا في الزمن المحدد؟ يعني هل الأربع دورات تمت في السنة 2021 ولا في واحدة أجلناها ل 2022؟ فالمؤشر إذا نحن عملنا ثلاثة في 2021 وأجلنا الرابعة، نحن الكفاءة بتاعتنا أو مؤشر التشغيل الوقت اللي استخدمناه كثير، أخذنا ربع سنة زيادة. الأمان، السيفتي، هل بنعمل الأشياء بأمان ولا لا؟ مثلا نحن والله لو قلنا عايزين نقلل الكلابسي، ريت قمنا قللنا الكلابسي وزيدنا الام دي ار اس كويس، بعدم التركيز على الام دي ار اس، ده برضه مؤشرات. وكذلك الجوده، كيفيه نادي، اذا معناها ركز لي فقط على الفعاليه والكفاءه، الباقيات كلهم سهلات وواضحه. بعده اي مؤشر يا جماعه عنده اتجاهات، المؤشر يطلع لفوق، يعني مثلا زياده الاموال الرصيد في البنك بس، يا ينزل لتحت والله تقليل الاصابات والمرضى من 50 ل 10، يا يكون وزريش من 3 ل 10. كويس معك؟ دي دائما اتجاه مؤشرات الاداء الرئيسيه. فالمؤشر اذا ما بوريك تصاعد ولا نازل ولا ضمن النطاق ما حتستفيد منه. دي يسموها دائما بتجمع المؤشرات الرقميه او المؤشرات الكميه او المؤشرات ذات العدد، لانه العدد بيزيد وبينقص او بيكون وزريش. في بعض المؤشرات يا جماعه قد تستخدم ذات قيمة لكن ما زي المؤشرات الرقمية، لأنها لا بتصعد لا بتنزل، ما بتقدر تساعدني أنا في اتخاذ القرار، لأنه واحدة من فوائد المؤشرات برضو أنا اتخذ القرار. مثلا مؤشر إكمال المرحلة الثانوية العليا، يعني خدت مؤشر للولد ده إنه يكمل المرحلة الثانوية العليا، ده مؤشر نوعي، يعني بيحتمل يسرنه هاي أكمل ولا ما أكمل، ما بيحتمل عدد. يعني انا كنقول increasing or decreasing، دي الفرق بين النوعيه والكميه فرق واضح، الفرق بين الكواليتي والكوانتيتي فرق واضح. ففي بعض المؤشرات قد لا تكون تصاعديه ولا تنازليه ولا ضمن النطاق، وهي محترمه وموجوده، لكن نحن في المجال الصحي دائما بنشتغل بالمؤشرات الرقميه عشان بنتخذ قرارات ذات اثر على المرضى والمواطنين وغيره. طيب المؤشر يا جماعة ما بكون جاي علي فهم ساكت. المؤشر عشان يكون فعال في القياس لازم نربطه بهدف، يعني والله عندنا هدف إنه ننقص الكلابسي ريت، إذن المؤشر يجلس لنا الريت بتاع الكلابسي. بعدك المؤشر ده من يجلس لنا لازم نخطه في الداشبورد، الايكا 85، الهاند هايجين 75، لازم نعمل داشبورد. ليه نعمل داشبورد؟ عشان نتخذ القرار. جينا الايكا عندنا في المنطقه 85، الهاند هايجين 75، جينا السيرفيلانس 13، جينا الكلابسي والله عامل 10. هنا انا بتخذ القرار بناء على المؤشر، عشان كده لما اجي اضع هدفي في الخطه بقوم بضع الهدف على المشكله دي، مش اضع الهدف على الحاجه اللي انا ما عندي فيها مشكله. يعني اجي اقول والله زياده الـ الالتزام بالهاند هايجين لانه والله 75 اقوم اعمله 100. في نفس الوقت هو ما قال انقص الريت العالي بتاع الهيلث كير ريشيو انفكشن في كده. اذا وضع الخطه من البدايه كان خطا والمؤشر كان خطا وانت مشيت في دايركشن خطا، اذا معناها لازم المؤشر احطه في داشبورد عشان اعرف مكان الخلل وابني عليه ولا اهداف. في نقطه الاخيره التواصل والتنسيق، ممكن واحد يسالني الكوميونيكيشن علاقته بمؤشر الاداء شنو؟
أهم نقطة لمؤشر الأداء إنه لازم أنت تتكلم به والآخرين يتكلموا به ويكون معروف لكل الناس عشان يدفع الناس إلى العمل إلى الأمام، وتكون اللغة واحدة والناس فاهمين الدايركشن والخطة التشغيلية كلها بتخدم الهدف، والآليات والأفعال كلها تخدم الهدف المحدد. عشان كده لازم تتكلم عنه وتنسق مع الناس. والله يا جماعة أنا مؤشري الدورة دي والله كلابس ريت من 5 لـ3، أنا مؤشر، ويكون المؤشر واضح لكل الناس عشان يقدروا يساعدوك في تنفيذ مهمتك. تجد في الإدارات الكثيرة إنه في مؤشرات رئيسية للإدارة، المؤشر الرئيسي للإدارة مثلا قال والله يا أخي هذه السنة نحن مستهدفين ننزل الكلابس ريت، الإدارة قالت كده كلها. تجد جماعة شغالين هناك في تريننج كويس، والتريننج شغال والله مثلا في شيء هو مهم وأي شيء، لكن ما بنزل الكلابس ريت. إذا معناه الجود ده ما حيصب على المؤشر، لكن لو الزول بيعمل التريننج ده ومذكر إنه المؤشر ده مهم، فهو حيدرب الناس برضو على إنه والله إنزال الكلابس ريت من الأشياء المهمة. هدف واضح ممكن يتنفس، المؤشر ذاته ممكن أراجعه كل مرة، ممكن أطور المؤشر بدل أعمله كده أعمله في هذا الشكل، وهي عملية تنظيمية مهمة جدا عشان تنجز الأعمال بفاعلية وكفاءة. طيب المؤشر لازم بيكتبوه في بطاقة، صح، وبكون ريت بيكون شيء، لكن في بطاقة بتكتب دائما الهدف الموجود. أنا حقوم أعمل الهدف الآن وحنشتغل على البطاقة دي وحنجي راجعين تاني بعد شوي. بعدين بكتب المؤشر الدارجز به والهدف، لأن المؤشر لازم يكون مربوط بالهدف، والهدف مربوط بالخطة التشغيلية، والخطة التشغيلية مربوطة بالاستراتيجية. إذا معناها مؤشر الأداء ده ما جاي من 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 فراغ. بعدين بعمل له القيم بتاعته، لازم يكون عنده بيز لاين، بدأ من كم، بدينا من ياتو محلة وماشي لياتو محلة. بعد ذاك آخر حاجة جات كم كويس، بعد ذاك نحن مستهدفين بالهدف والمؤشر ضمنه، بعد ذاك بنقيسه كيف طريقة القياس، بنكرره كم مرة، مينو المسؤول عن يقيس المؤشر ده، بعد ذاك بنجيب المعلومات بتاعته من وين، بعد ذاك لو في أي مشكلة ولا في أي ملاحظة جيدة بنكتبه في المؤشر. البطاقة دي مهمة، ده مؤشر نديك له موجود في منطقة ما بيتكلم عن نسبة السعادة الوظيفية. هل عندكم مؤشر زي ده يا جماعة بتاع السعادة الوظيفية في الإدارة بتاعتكم؟ امشوا عملوه، يعني عملوا هدف للسعادة الوظيفية، لأنه والله الناس بقت تاتي الدوام مرات، بعضهم ما كلهم بيجوا يعني يجرجروا في الشتاء ده بالذات، يجرجروا جرجير الواحد تجيب عشان يجي الدوام لأنه ما سعيد وظيفيا. إذا لابد أنه السعادة الوظيفية من الأشياء المهمة جدا في أداء المهام بصورة قوية، يعني دي دراسات أثبتت أنك إذا أنت ما سعيد ما حتنجز زي حاجة. طيب يقيس هذا المؤشر نسبة سعادة الموظفين في بيئة العمل عبر دراسة كمية من خلال استبيان الإلكتروني. إذا ده وصف لي المؤشر، أنت تقول لي المؤشر ده بيقيس شنو عشان أنا أقدر أفهم المؤشر. طيب المؤشر ده ذاته لازم تعمل له نطاق، هل هو النطاق ده قال والله الموظفين في جميع الفئات الوظيفية، يعني القائد وما القائد كلهم موجود. طيب كيف بيقيس نسبة السعادة؟ قال والله خلال 10 أزيلة، عنده أزيلة إذا في 5 نقاط جبت 5 موافق بشدة، زي بتاعت الاتصالات لما يقول لك موافق غير موافق بشدة من 5 لـ1، فكل ما زادت الموافقة بشدة معناها البلد سعيدة يعني كويس. بعد ذلك بيقيس الموافق، بقى المؤشر واضح جدا إنه بيقيسه سنوي. وحدة القياس بيعملوا نسبة الموافقين بشدة على إنهم سعيدين على نسبة غير الموافقين. بعد ذلك نمط القياس increasing تصاعدي، كل ما زادت النسبة كل ما السعادة الوظيفية زادت. بعادل القياس أو بيعملوا كيف المعادلة، كيف بيجيبوا الاستبيان ده ويقيسوه، بيجمعوا كيف آخر قيمة آخر استبيان ده بيديني النتيجة. المصدر بيعملوا دراسة للسعادة والإيجابية في بيئة العمل، ده مؤشر. بعد أوكي نواصل تاني في أنا عشان أضع مؤشر زي ما كلمتكم إنه لازم أضع دورية قياس، وحدة قياس، نسبة قياس، معادلة قياس، يعني لازم يكون عندي منهجية في وضع المؤشر. طيب علق معانا لكن الباقي مؤشرين يعني ما قضية كبيرة، فأنا طوالي حدخلكم على الإكسرسايز كذبا للزمن، فركزوا معي. أيوة خلاص كويس، جاتنا مؤشرات عشان نشرح أكثر تساعد. ده قال نسبة الولاء الوظيفي، كم الناس عندهم ولاء لمؤسسة؟
قال المؤشر يقيس نسبة ولاء الموظفين لمكان عملهم سنويا من خلال استبيان السعادة والإيجابية. يعني لو هو سعيد حيكون عنده ولاء للمكان بتاعه، إذا المؤشر بيقيس نسبة الولاء. نسبة نطاقه والله قال كل الموظفين، يعني طيب الناس غير الموظفين ما معه، يعني هل هذا النطاق يشمل لاعبي كرة القدم؟ ما في. إذا معناها المؤشر محدد من النطاق اللي بيشتغل فيه. يتم قياس مؤشر الموظفين من خلال سؤالين، جميل جدا. هل هذا المؤشر ممكن طريقة الآلية بتاعته تكون عبارة عن انترفيو ولا أسئلة؟ والله سؤالين واضح جدا. طيب كيف بتسأل؟ والله بسأل 5 نقاط ووافق بشدة وعارض بشدة، وهي نفس القصة هناك. المؤشر اللي بعده، طيب المؤشر نسبة الذكور للإناث، كويس؟ يهدف المؤشر لزيادة نسبة الإناث في الوظائف التخصصية المهنية. إذا هذا المؤشر بيشتغل على أساس أنه يزيد نسبة الإناث في العمل، فقام هو قسم الفئة والنظام التوصيف وسمى المسميات الوظيفية، وخدت لك طريقة القياس، ودي أهم شيء، إنه دوري ووحدة القياس نسبة ونمط القياس والمعادلة المعادلة دي مهمة جدا، إنه توريك المؤشر عدد الإناث على إجمال الموظفين في المية. كل ما زاد عدد الإناث على إجمال الموظفين في المية في المية، ده معناها أنت ماشي حسب الهدف بتاعك في الخطة، ولازم يكون المؤشر عنده بسط ومقام يعني. وهكذا المؤشر ده كاتب استراتيجي، معناه والله كل سنة عنده جزء لحد ما يحقق الاستراتيجية بتاعته، إذا 5 سنوات أو 3 سنوات. فإذا نوع المؤشر ممكن يكون برضو استراتيجي أو مؤشر تكتيكي أو لمدة سنة. طيب دي كيفية حساب المؤشرات. أنا دايرك تعال خط ورقة وقلم جنبك، ودايرين نعمل هدف استراتيجي، ونعمل هدف بتاع تخطيط تشغيلي، ودايرين نضع له مؤشر. القصة في غاية السهولة عندنا هنا. طيب ورقة وقلم جنبك. طيب أنا أديك هدف استراتيجي. الهدف الاستراتيجي بتاع الإدارة العامة لمكافحة العدوى هي خفض الإصابة الناتجة عن القسطرة الوريدية، كويس، من 2.5، ركز معي 2.5، أيوة دي داش بورد يا جماعة، شايفين دي داش بورد في الشاشة، ظهرت عندك في الشاشة دي داش بورد، كويس. يعني مثلا أديك على نسبة التوطين، قال نسبة التوطين نسبة التوطين 73، إذا معناها والمتوسط المطلوب منه 62، معناها والله وحقق المؤشر والحمد لله رب العالمين. ده داشبورد. الثانية الثالثة بيقول نسبة تطبيق الأنظمة الإلكترونية لعام 2017، أنت ماشي على 3. نسبة تطبيق الأنظمة قال الله عنده 30% تم تطبيق النظام، إذا معناه عنده إشكال في تطبيق النظام، إذا معناها أنا خطتي وهدفي مبني على كيف أقدر أطبق النظام. وهكذا نسبة السعادة الوظيفية في 2015، آخر واحد على يدك اليمين، نسبة السعادة الوظيفية كان 68 وزاد 72، يعني في بيز لاين كويس، وفي الحد النهائي للمؤشر. المؤشر بيمشي تصاعدي، وهنا المؤشر في 2016 عمل 70، معناه ماشيين كويس، زادوا درجتين، ولما نوصل 2017 زادوا درجتين عملوا 72%. نرجع لمؤشرنا، نرجع للإكسرسايز بتاعنا. فهو الإكسرسايز بتاعنا فيه التالي. طيب كويس، خلونا من هنا نجي للإكسرسايز. الإكسرسايز فيه التالي، عندنا الإدارة العامة لمكافحة العدوى استراتيجيا لمدة 3 سنوات تسعى إلى خفض الإصابة الناتجة عن القسطرة الوريدية من 2.5، من 2.5 إلى 0.9 المعدل العالمي، يعني معدلنا للكلاب سيريت 2.5، عايزين ننزله ل 0.9 في 3 سنوات. الهدف واضح ولا ما واضح الاستراتيجي ده؟ واضح انه الناس عندنا الان البيز لاين بتاعنا 2.5 كلابسي،
عايزين ننزله في كل المملكة إلى 0.9 إلى 0.9. طيب جينا السنة دي عايزين نضع خطة تشغيلية على هذا الهدف الاستراتيجي. لما نضع خطة تشغيلية على الهدف الاستراتيجي إذا معناها الخطة التشغيلية لمدة عام والاستراتيجية لثلاث سنوات. الاستراتيجية قالت داير تنزل 2.5 ل 0.9. السنة دي من 2.5 أنزل كم؟ أقل شيء أقدر أنزله كم؟ إذا عايز أعملها متساوية كل سنة داير أنزل عدد. أكتب في الورقة قدامك عملوها في الشات، يعني 2.5 دار ننزل ل 0.9، يعني الفرق 1.6 درجة من 2.5 ل 9. 1.6 دي السنة دي مفروض أنزل كم؟ أكتبها وبعدك ورينا في الشات الرقم كم المفروض ننزله السنة دي. طيب أكتب لي الهدف بتاعك بتاع الخطة التشغيلية اللي هو تريديوس collapse rate from 2.5 patients per 1000 patients days to كم؟ دي اكتب لي الرقم ده من 2.5 لكم بالضبط؟ كويس؟ في هذا العام اللي هو 2022. ديل اثنين اسئله، السؤال الاول كم في هذه السنه نستهدف نزول من 2.5؟ السؤال الثاني كيف نكتبها كهدف 2.5 الى كم؟ كويس. السؤال الثالث والمهم كيف نضع مؤشر قياس اداء للقصه دي؟ كيف نقيسها؟ كيف نقيسها؟ انا يعني محتاج اسمع الناس في الموضوع ده. انا فرصه للناس يتكلموا. يلا يا شباب دار يتكلم منو يرفع ايده ويورينا. دارين ننزل 2.5 ل 0.9 لثلاث سنوات في السنه دي، اذا عايزين ننزل نزول متناسق ننزل كم؟ 2.5 ل 0.9 الفريق 1.6. السنة دي نستهدف كم إذا دارين ناخد متساوي لثلاثة سنوات سنة 2022؟ أنا ما سامع زول، إيش في إشكال ولا مرحبا. إذا مثلا نبغى نقسمها على مدة ثلاث سنوات، تمام؟ طيب نقسمها يعني بعدد متساوي بالبداية راح يكون طيب. 0.5 كل سنة. 0.5 ايوه 0.5 جابة صحيحة. إذا معناه لو دارين نشتغل خطة تشغيلية كل مرة ننزل 0.53 لحد ما نصل 0.9 الدارينا. جميل جدا. للهدف اللي احنا مطلوب مننا اللي هو مدة ثلاث سنوات اللي هي 0.9. جميل جدا. اذا معناها to reduce collapse rate from 2.5 الى كم؟ السؤال الثاني الاجابه الى كم اذا عايزين ننقص 0.5؟ يعني راح نوصل اذا قلنا 1.6. لا نحن دارين في السنه دي اذا دار توصل 1.6 أيوة. معناها ثلاثة سنة. إذا أنا حققت الهدف هذا خلال السنة هذه مثلاً وصلت كم الهدف هو شو؟ لازم أكون موصلة 1.07. يا سلام يا سلام عليك. أنا الآن 2.5 ده الأساس للمؤشر، بنسميه أساس المؤشر اللي بدينا به 2.5. إحنا مستهدفين للثلاثة سنة 0.9. السنة الأولى مفروض نصل بنسبة 53 ننقص، كل سنة ننقص 53، إذا 2.5 ناقص 53 حتخط 1.97. أيوة يا سلام. إذا معناها هدفي محدد جدا إنه أنا بنهاية السنة داير أصل إلى 1.97. طيب إذا أنا نهاية السنة دي فيها كم شهر؟ فيها 12 شهر.
جميل جدا. إذا أنا جيت شهري ستة، جيت شهري ستة لقيت المؤشر بتاعي عمل 2.4، هل أنا ماشي كويس ولا ماشي سيء؟ لحظة، إذا قلنا إحنا من البداية لازم يكون 1.6 صحيح؟ خليك في السنة دي بس 1.9، نحن من 2.5 دارين نصل 1.97 السنة دي، كويس؟ فجيت أنا بعد 6 شهور من 2.5 نزلت 2.4، هل أنا ماشي كويس؟ هل ححصل الهدف ولا لا؟ لا ما الهدف هو 1.9 بعد 6 شهور. أيوة بعد 6 شهور يعني نقصنا واحد در يعني 0.1 نقصنا. لا ما طبعا أنا متأخر في دكتور، في الدكتور عفوا في أحد رافع يده بس لأنه عشان بنكثر مشاركة بس مو الاسم واضح. تفضل يتفضل في أحد رافع يده تفضل. الاسم مو واضح بس مكتوب تريبل تي يعني، فتفضل. طيب طيب في احد ثاني عنده مشاركه؟ اوكي تفضل دكتور تفضل. طيب الحوار كان ماشي كويس انه يا جماعه والله الاستراتيجيه بتقول 2.5 ل 0.9 المؤشر بتاعه انه نصل 0.9 ده المؤشر بتاع الاستراتيجيه، جينا قسمنا المسافه من 2.5 ل 0.9 لقيناه 1.6 لا من قسمناه لكل سنه لقينا احنا محتاجين ننزل 0.5 3 معناه بينزل لي 2.5 ل 1.97 اذا معناه هدفي في سنه 2022 1.97. طيب أنا بحاول كل شهر أقيس من 2.5 ل 1.97 إذا نازل بسرعة الصاروخ معناها كويس، يعني إذا في الشهر الأول نزلت 2 في الشهر الثاني بقيت 1.98 معناها حصل ديفنتلي حصل، لكن إذا أنا بديت الشهر الأول 2.5 يا دوب نزلت 2.4 معناها الشهر الثاني 2.41 يعني معناها لا من أصل 1.97 بعد لا أحقق الهدف، معناها أنا لازم أرجع للخطة التشغيلية أقويها. ليه؟ لأنه إذا أنا ما وصلت في نهاية السنة 1.97 السنة الثانية حيكون الجهد علي مضاعف والبعدها حيكون الجهد مضاعف وقد لا أحقق الاستراتيجية بعد 3 سنوات. دي فائدة المؤشرات قياس الأداء. أنا ضربت الإكسرسايز المثال ده على أوريك أنه طريقة التفكير أنك لما تفكر على أي مؤشر تشوف المؤشر الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي تطلع منه المؤشر الاستراتيجي تقوم تعمل منه جزء للخطة بتاعتك التشغيلية، يعني ما ممكن يكون هدفك دار تصل 0.9 في الاستراتيجية تيجي تقول في التشغيلية دار نصل 0. ليه؟ لأنه الاستراتيجية قالت بعد 3 سنة دار نصل 0.9، ما ممكن تكون خطتك التشغيلية أقول والله أنا دار نصل 2.5 ل 0 والاستراتيجية قالت 0.9 بعد 3 سنة. لازم يكون يعني في منهجية هنا إن والله يا أخي أنا حقسم 3 سنوات كل سنة حعمل 0.53 أنزل بها لتحت شوي شوي لحد ما أصل الهدف الموجود في الاستراتيجية، فكل سنة هأخذ جزء، الجزء ده بيقى التارجت بتاعي بيقى هدفي إنه أنزل 1.97. إذا كل شهر حاجة أراجع أنا من 2.5 نازل ولا طالع، كل ما أحس بنفسي طالع ولا نازل ببطء لازم أجي أراجع الخطة التشغيلية وأزيد فيها وأعرف المحل الما مدينا أمشي لقدام وأخذ القرار. أنا أشكركم جدا. المؤشرات الأداء من أمتع الأعمال، تحتاج أنكم تقروا فيها كثير وكثير لأنها مجال خصب والعالم كله بقى يشتغل بالمؤشرات، ونحن حتى أسف في المملكة العربية السعودية ما شاء الله عملنا كله بالمؤشرات، كويس؟ فعليه لازم تكون عندك مهارة قراءة المؤشر، كيف تكتب مؤشر، كيف تستخدم بطاقة المؤشر، كيف وده عملية بتجي بالمران والممارسة، كل ما تعرف تكتب استراتيجية كويس، تكتب خطة تشغيلية كويس، تعمل مؤشرات كويس، تقرأ الخطط. يا جماعة الناس ما عندها يعني خلق عشان تقرأ لها خطة. من أمتع علشان أنك تقرأ الخطط وتشوف كيف بيكتبوا الناس فيها وكيف بيضعوا لها المؤشرات. أنا
وصلت إلى نهاية المحاضرة، وأشكركم جدا على الصبر، وأشكركم جدا على مشاركتكم، وأنا في كامل الاستعداد لأي أسئلة فيما يخص بمؤشرات الأداء. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. يعطيك العافية دكتور على الشرح الوافي والكافي. وزي ما تفضلت سعادتك إنه عشان موضوع الفهم المحكم للنقاط هذه يحتاج الواحد يمارس ويطبق ويبدأ في عمل المؤشرات والخطط عشان يقدر يفهمها بشكل أكبر. أنا بس استفساري كيف يعني نقدر نتوسع في، أنت ذكرت نقطة إنه نقرأ كثير في موضوع عمل المؤشرات، هل في مراجع أو مصادر للكلام ده؟ شكرا. طيب أنا رأيي إنه نأخذ 3-4 أسئلة مع بعض ونجاوب مرة واحدة عشان ما نعيد الكلام. أي سؤال تاني؟ السلام عليكم. تفضل. يعطيك العافية دكتور. حبيت أستفسر بس إذا فيه نماذج أنتم تشوفونها جيدة للخطط التشغيلية، يعني ممكن نأخذ أفكار منها أو نبني عليها. جميل. تاني. في سؤال ثالث؟ لازم سؤال ثالث، أنا بحب الأرقام الفردية يا جماعة. سؤال ثالث مسكر على كده، لو عملت رابع لازم خامس، لو عملنا ستة لازم سبعة، أكثر من سبعة ما قاعد أجاوب أنا أصلا. دكتور عبد الفتاح مساء الخير. مرحب بك. مرحب بك. اللي حاب يضيف أسئلة في الشات ممكن يقراها. اي تفضل. دكتور عبد الفتاح، الهدف الاستراتيجية، هل بالإمكان أن يكون عندنا في الإدارة هدف استراتيجي، ولا احنا ممكن نكون جزء من المنظومة اللي هي صحة الرياض بصفة عامة، يعني كمنظومة organization، وكذلك الإدارة العامة لإنفاقة العدوى، أو أنه ممكن تكون أهداف تشغيلية بيس على الاستراتيجيك جولز على مستوى المنظومة؟ شكرا لك يا دكتور. تمام، سؤال جيد. طيب إذا في حد ولا أنا أجاوب بعده؟ في سؤال ثاني ولا أجاوب؟ طيب يا جماعة، السؤال الأول كان بيقول التوسع في عمل المؤشرات، ما هي المراجع التي يعني نستند عليها؟ وبيشبه السؤال الثاني نفسه، إنه محتاجين نماذج. طيب يا جماعة، الآن عمك جوجل ده ما ترك شيء، كويس؟ بس أحذر، في جوجل في كثير من الكلام عن الخطط ومؤشرات الأداء، لكن مرات بتكون مكتوبة بغير مهنية وغير بروفيشناليزم، وقع عليك. عشان كده أنا لما أدرس الأشياء دي لازم أدرسها من جوجل في الأماكن المحكمة. مثلا أنا بعمل في الانفكشن كنترول، فداير أعمل لي خطة لأي برنامج. أنا عندي موقعين أو 3 مواقع معروفة إنها بتضع خطط على مستوى عالمي، يعني مثلا منظمة الصحة العالمية فيها عدد من الاستراتيجيات، كيف بيكتبوها، كيف بيعملوا مؤشرات الأداء، فأنا ممكن يعني أحذو حذوها أو أخذ منها الفكرة. بالمناسبة يا جماعة، الوسائل والمدارس لوضع مؤشرات الأداء، وضع اللوجيكال فريم ويرك للخطط متعددة وكثيرة، فأنت ذاتك ممكن يعني تاخذ من ده وتاخذ من ده وتدي بصورة اللي بتناسب الإدارة بتاعتك وبتناسب الهدف بتاع الـ بتاع الـ بتاع الخطة. عليه أنا لو داير أعمل مثلا خطة لنزول الكلابسي، كيف أنزل الكلابسي؟ فما بمشي بشوف الخطة دي في وزارة الثقافة، يعني موقع بيختص بوزارة الثقافة، وزارة الثقافة خاطة خطة للبرنامج الترفيه لموسم الرياض. الخطة دي ما بتشبه خطتك في خط الكلابسي، وقع عليك. لكن لو دخلت طوالي موقع السي دي سي
وفتحت الكلابس كيف بيعمل له ريدكشن وقريت الدراسات اللي اتعملت، انا ممكن افكر في كيفيه وضع الخطه. الشيء الثاني، الفكره هي اهم من الشكل. يعني فكرتي انا اللي اكتبها على الورق زي ما تكلمنا في الخطه التشغيليه، لو كتبتها على الورق بعدك بلقى لها اي شكل جميل من النت انزل عليه او اخلق لي شكل معين. دي النقطه، اقرا WHO CDC الاشياء المتعلقه بالانفكشن كنترول، خططها عشان اعمل خطط في المجال المهني انا بتاعي. الشيء الاخر والاهم انه اي خطه تقع تحت يدك في الورق اقراها بروح الناقد، بروح اي خطه في اي اجتماع شيله ما يعني ما تروح طوالي، اخذ خطه مش اقراها في البيت. هل هدفها واضح؟ هل القصه دي ممكن يفهمها اي زول في الشارع؟ هل مكتوبه بطريقه مهنيه مرتبه؟ هل النقد ده ذاته بيقوي فيك المقدره على التخطيط كويس، لانه المخطط قبل كل شيء هو ناقد ومفكر كويس، هو بيعمل مخه اكثر شيء كويس. زي ما هسه قبل شويه عملنا تمرين، والتمرين ده ما كان سهل اللي عملناه، التمرين ده ما كان سهل. انا بحييكم على انكم قدرتوا تفولو التمرين ده، انه 2.5 لبوت 9 استراتيجيه نزلوا كيف. هذه الاشياء هي اللي بتقويك على انك تعمل المؤشرات. طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث مهم جدا، اللي هو بيتكلم عن الهدف الاستراتيجي. يا جماعه الهدف الاستراتيجي دائما بتنتجه المنظمه الكبرى. يعني مثلا الان استراتيجيه الصحه 2030 بتطلقها وزاره الصحه، لكن تنفيذها تشغيليا بيكون على الديبارتمنت الاصغر الاقل، على الشؤون الصحيه، على المستشفيات، على كده. كل بياخذ جزء من الاستراتيجيه وبينفذ شنو تشغيليا. بس اذا معناها نحن مفروض في الاداره العامه لمكافحه العدوى دكتور عبد الفتاح الصوت قفل من عندكم. اوكي يمكن عندهم مشكلة. في بس نقاط ممكن نتكلم عليها لحد ما يرجع بس الصوت مع الدكتور عبد الفتاح. إذا كان الصوت مو واضح عندكم بس بلغوني. أول نقطة إن شاء الله بإذن الله. طيب سلام. أيوة عليكم. تفضل. هلا دكتور. تفضل. قصة الميوت وأن ميوت دي كثيرة. أرجع أنا أنتوا انقطعت وين؟ أنا انقطعت في هذا المكان يا جماعة يا ربي. بس دكتور إذا تعيد لنا إجابة السؤال الثالث، إحنا نتكلم عن أنها منظمة الخطة الاستراتيجية أو الهدف الاستراتيجي على منظمات كثير. عليا تفضل. لما انقطعت كثير كويس، إنه والله يا جماعة الاستراتيجيات دائما تضع من المنظمات الكبيرة والعليا، وبعد ذاك أو المؤسسات الكبيرة والعليا هي اللي بتضع الاستراتيجية، بعد ذاك البليها حسب الهيكلة. عشان كده يا جماعة الهيكل ذا ارتباط وثيق جدا بالخطط. يعني مثلا الاستراتيجيه تعملها وزاره الصحه بتنزلها على هياكلها في المديريات والمستشفيات، وكل بينفذ على حسب الخطه التشغيليه. وضربت مثلا قلت ممكن تكون وزاره الصحه مستهدفه تقويه الشراكات على المستوى الوطني، هذا الهدف بيختص بوزاره الصحه استراتيجيا، لكن لا يختص بمديريه محدده انها تعمل شراكه مع منظمه الصحه العالميه. انت علي؟ لكن مثلا والله الهدف انه والله تقليل الاصابات الناتجه عن الحوادث، كل مديريه عندها شوارع بتشوف كيف تقدر تقلل الاصابات في المنطقه المحدده عشان الاوفرول الهدف الاستراتيجي الكبير يتحقق. كل زول بيكون عنده جزء معين. عشان كده واحده من المؤشرات مهمه جدا. انا اديك مثلا الان دارين ننزل الكلاب سيريت، نحن في الجي دي بي سي وعندنا استراتيجيه وحتصلكم كويس وحتشرح وحتكون الناس كلها عارفاها. دارين ننزل من 2.5 ل 0.9. إذا أنت في المنطقة الاستراتيجية دي أنت already zero collapse كويس، فالمساهمة بتاعتك في الاستراتيجية هتكون بسيطة، فقط إنك تحافظ لنا على zero collapse. لا جينا أنت المنطقة اللي جنبك عاملة 17، إذا معناه ده جهد كبير جدا عشان يتهد عشان ينزل، لأنه 17 ده لما ينزل نحن نكون ماشيين نحقق الهدف بتاعنا. إذا معناه الهدف الاستراتيجي دائما يوضع بواسطة الجهة العليا، لأنها هي عندها كل الداتا بتقدر تضع المؤشر، تضع الرؤية الكاملة للعملية. السؤال الثالث، شكرا جزيلا.
في أي أسئلة ثانية؟ أي شيء عن مؤشرات الأداء حابينكم تعرفون أكثر؟ أوكي، إذا دكتور علي الفتاح الله يعطيك ألف عافية، شكرا لك على مشاركتنا هذه المحاضرة القيمة. أيضا أشكركم أنتم سفراء التمييز الإداري على حضوركم وعلى مشاركتكم لنا. طبعا إن شاء الله بإذن الله، بس للتذكير إحنا محاضراتنا دائما تبدأ على الساعة 1، ما نقدر نأخرها على أساس أنها تكون خلاص فيكست لنا جميعا. فأتمنى أن الجميع يعني يكون على الحضور على الوقت على أساس ما يفوتكم شيء في المحاضرة، لكن محاضراتنا دائما مسجلة وبإذن الله المحاضرة هذه من ضمنها أيضا، وبنشاركها لكم في الملف حتى أنتم تبغون تطلعون عليها مرة ثانية أو تشاركونها مع زملائكم. إذا في أحد لسه ما حضر في الشات، بس كرماً تحضير الاسم، يهمنا المنطقة طبعاً تحضيرها، واللي يهمنا تحضير اللي هو سفراء التمييز الإداري اللي هم 20، لكن لا يمنع أبداً في هذه المحاضرات إذا أنتم حابين تدعون زملائكم للحضور، يشرفنا والله. عندنا إن شاء الله بإذن الله الآن إحنا قدمنا الخطوط التشغيلية ومؤشرات الأداء. الأسبوع القادم بإذن الله هذا انتهى الجزء الأول من المشروع هذا. الأسبوع القادم بإذن الله مثل اليوم نفس الوقت الساعة 1 يوم الثلاثاء بيكون عندنا مشاركة لكم بعمل زي الورشة عن الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء، كيف نسويها والطريقة. ممكن ناخذ أحد الخطط التشغيلية نبني عليها أهداف، نوضح لكم مؤشرات حتى المساعدة لكم في الفهم الأكثر للموضوع. عندنا بإذن الله أيضا في من النقاط اللي احنا تكلمنا عنها كانت الهيكلة المفروض كانت تقدم في نهاية يوم أمس، في بعض المناطق لسه ما قدمت اللي هي جدة القنفذة والطائف وحائل، أرسلنا إيميل فكرماً بس أرسلوها. هدفنا أنه إحنا إن شاء الله بإذن الله بنعمل داخلياً ورشة عمل للعمل على الهياكل التنظيمية لكم في المناطق، بحيث أن إحنا نصدر من عندنا هيكل تنظيمي لأكثر من يعني سيناريو تكون معتمدة من عندنا داخلياً لكم في المناطق لتطبيقها، نوعا من يعني إنه كان زي ما اتفقنا من بداية توحيد العمل بيننا وبينكم، وحتى يكون عندنا أشياء موحدة وأشياء معتمدة، فكرماً بس ترسلونها. المناطق الأخرى في كثير من المناطق بداية في أول استبيان قالوا لنا عندهم بعض المستندات، مثل عندهم الخطط، عندهم السياسات والإجراءات، وعندهم المشاريع whatever، فهذه أيضا ما ضمنتوها في الملفات، يعني أنتم مناطق قلتوا أنها موجودة لكن ما ضمنتوها في الملفات، فكرما بس ضمنوها في الملف على أساس إحنا حابين أن نطلع عليها وتسهيل لنا إحنا العمل، بحيث أن نضع لنا خطة واضحة بمناقات الضعف الموجودة في المناطق أكثر شيء، ونركز أي منطقة نركز عليها أكثر، فهذه بتساعدنا جدا. فكرما يعني أيضا أرسلت لكم إيميل على نهاية يوم الخميس بإذن الله تكونوا ضمنتوا كل الملفات الموجودة. إذا أنتم في البداية قلتوا عندنا المستند لكن فعليا لسبب أو آخر كان في misunderstanding فما عندكم مستند، ما عندكم أي مشكلة، بس بلغوني على أساس أنه ما أقدر ما أتابع، فأنا عارف أن المنطقة هذه ما عندها. يعني كمثال إحنا عندنا أحد المناطق قالت ما عندنا ولا مستند، فإتس أوكي أنا ما أرسلت لهم إيميل لأنه أرد يوم بلغوا أنه ما عندنا، فإحنا حطينا من المناطق اللي أيضا من المناطق المهمة التركيز عليها في عمل المستندات أو إنشاء المستندات. عندنا الملف اللي احنا حاطينه يحتوي على اللي هو النماذج، نموذج دليل تنظيمي هذا فاضي اذا انتم تعبونه تستخدمونه، بطاقه الوصف الوظيفي للاستخدام، نموذج التقرير السنوي ايضا للاستخدام، نموذج الخطه التشغيليه ايضا لاستخدامها، نموذج البوليسي والبروسيجر، ونموذج وحاطين كمثال انيوال ريبورت حقنا للنموذج التشغيلي للسي اس اس دي اللي هو التعقيم، كشيء يعني انتم تشوفونه لو انتم حابين تطلعون كيفيه القيام فيه. بإذن الله اليوم إن شاء الله بشارككم استبيان يحتوي على عدة أهداف، تختارون واحد من هذه الأهداف وتسوون لها مؤشرات أداء وتكتبونها. هدفها اللي بنشوف أنكم فعلا فهمتوا المحاضرة اليوم. إذا أنتم مثلا في شيء ما أنتم بواضح لكم ممكن يصير انطلاق لمناقشة، فمهم من مسفراء التميز الإداري إنهم بس يشاركونا فيها رأيهم. أنا ما راح أتابع معاكم، أنا بس بذكركم بنهاية البكرة، بعد كذا اللي هم اللي شاركوا هم اللي إحنا بنناقشهم بنتواصل معاهم ونشرح لهم وين الصح وين اللي ممكن يحققونه أو يعدلونه، فهي في النهاية فائدة لكم، فأتمنى منكم إنكم تشاركونا فيها.
في عندكم أي سؤال على هذه النقاط اللي أنا ذكرتها؟ تمام بإذن الله. إذن شاكرة لكم وشاكرة حضور الجميع، وبإذن الله لنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم لإتمام الجزء الأول من الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء بالعمل الورشة اللي هي توضح لنا. شاكرة لكم جميعا، مع السلامة.